Hollywood became
sí que ve ante una carta de amor que liberaría de que ella era niña, a lo llamando, hay que hacer esquina, o sea, porque su lengua, culpe, guay, salsa, y se va a dar guay, porque tú la he propuesto ahí, guay, todo lo que se ve, 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 كثير قوي هيجيلكم زي ما انتم بتاع الجراحه الدكتوره بتاعت المعمل يقول لها معلش وفي كده الانيميا علشان خاطر انا اعمل سكرينات كده. انا شايف ان الانيميا سببها الهايبرسكرينات وانا هشيل السكين عشان اقول عليها ممكن تعيش ايه من غير انيميا. او مفيش بقى السكين شويه براكتس نوت هيز شيرنج الريد بلاد سيلز اللي عنده دي مع البيبي بتاعه. فاحنا بالنسبه للبراكتسي ممكن وي كان اكسبت الهيموجلوبين يبقى ما يبقاش 12
تلات سنين أو عندي في شيء اسمه تجزية أو أي Gracias.
من مجرد بس التمويل في كوارث كوارث اسيد ودي هنشوف فيها في الناس اللي بيبقوا عاملين باي باس او بس او عاملين العمليات بتاعت التخسيس. ايه اللي بيحصل؟ المفروض البي 12 هو يعني بيبقى البي 12 هي اللي نص من الصدر والبي 12 من الايد. طيب دلوقتي اكتشفت الحته دي ما بقاش عنده ابزورج ومهما تديله اور سبلمنت هو مش هيجيب معاك يعرف كل الحيان ده لازم تديله حتى يا اما هتديله فرانكر تديله اي بي او Thank you.
يا دكتورة العيادة بتاعتي
بعد كده بقى ايه اليوم يعني نسمع
لك جدا يعني يطلب من الريزلتات دي يقول لك اي حاجه مهمه في الموجوده في الطريقه دي اي حاجه ممكن تنسى. طيب اذا لازم العيال ده تنزله في التسليم عشان ما يبقاش في عندنا اشتغال سنه ونطلب منه ان هو يعمل حاجه اسمها صعب يعني يكون مش بس ده وبره جديده I